برأيك بلعوا الطعم معلم؟ رح يبين معنا بعد شوي. حتى لو إنهن بلعوا الطعم معلم، هنن ما رح يتركوا مكان فاضي. كيف رح ننقذوا لذو الفقار؟ أكيد هيقوصوا بس نفوت. بالأول أنا بفوت ورح أمن على ذو الفقار أغا. بكير أغا، طلعوا هدول هلا وجايين لعندكم. أعطوني 7 دقايق بعدين بتفوتوا من ورا برصاص. حاضر معلم. يلا صار الوقت عبد الحي. يا ترى قدر المعلم يدخل؟ لك في هجوم علينا. فوت بسرعة وجيب ذو الفخار. حل عني يا حرسوا الابواب وخبروا الرجال يرجعوا. عم تسمعوا؟ انا رح جيب السجين ذو الفخار لهون ومات البراد على مدار لبينا ما يجوا. شبكن جبتو، يلا لشوف. مراد على مدار جاي لهون مشان ينقذك. بفهم اني استخفيت منيح فيك. وانا غلطت لاني استخفيت فيك، ولما استخفيت فيني غلطت اكبر غلطة بحياتك. 20 سنة ما حدا قدر يكشفني، حتى يلي كانوا يناموا معي بالغرفة. كيف قدرت تكشفني؟ غباءك. الشاي تبعك ما بتنشرب. لو شي عامل عندي ضيفني مثل شاياتك كنت قوصته براسه. استسلمت. خلص لا توصي. ارمي سلاحك على الارض. شامل انت خليك واقف فوق راسهم. حاضر معلم. مراد على مدار، ما رح تستفيد مني شيء، لهيك بنصحك تقتلي. معقول اقتل زلمة ذكي مثل حكايتك لما بشوفه؟ انا صرت بين ايديك وفيك تساوي اللي بدك اياه، بس ما رح يخلوك تطلع من هون عايش. هذا عاطي لحاله اهمية كبيرة يا عبد الحي، ما رح تخليه يغرق. امشي.